من جانبه أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن القوات الأمنية أفرطت في استخدام القوة وفي إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في العاصمة بغداد. وأضاف المرصد في بيان له أن هذه القوات تعمدت في بعض الحالات إطلاق الرصاص الحي من مسافات قريبة للغاية، كما قال إن آخر حصيلة لضحايا التظاهرات بلغت 8 قتلى وأكثر من 300 مصاب، بينما أكدت وزارة الداخلية أن عدد القتلى هو 5 فقط.